بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه حياكم الله واهلا وسهلا بكم ابناء الطلاب وبنات الطالبات في التربيه الفكريه للمرحله التاهيليه للصف الثاني تاهيلي لماده القران الكريم والدراسات الاسلاميه يصحبكم المعلم احمد بن علي الدوسري. اجدد بكم الترحيب مره اخرى ابنائي وبناتي في هذا الدرس والذي سيكون باذن الله تعالى استكمالا لدرس احسنتم، نعم لدرس اللباس. وكما عودناكم وقبل بدايه كل درس ان نستمع الى تعليمات الدرس والى اداب الدراسه عن بعد وان نتعرف على الاهداف المتعلقه بالدرس. دعونا اولا نستمع الى تعليمات الدرس. نرجو من الأسرة الكريمة تهيئة الجو المناسب وإحضار الكتاب والأدوات اللازمة والاستعداد الجيد للدرس نستمع الآن إلى آداب الدراسة عن بعد أولا الجلوس في المكان المناسب والمهيئ للدراسة ثانيا عدم الأكل أو الشرب أو الإنشغال أثناء الحصة وثالثا إحضار الأدوات اللازمة من الكتاب ومن القلم القابل للمسح الان دعونا نتعرف على الاهداف المتعلقه بالدرس الهدف العام هو معرفه احكام اللباس في الاسلام اما الاهداف الخاصه فاولا ان يعرف الطالب وان تعرف الطالبه مفهوم اللباس ثانيا ان يذكر الطالب وان تذكر الطالبه حدود عوره الرجل والمراه ثالثا ان يذكر الطالب وان تذكر الطالبه ضوابط اللباس بعد ان استمعنا وتعرفنا على الاهداف المتعلقه بالدرس دعونا الان ننتقل الى اول نشاط في هذا الدرس وهذا النشاط يريد ان نضع علامه الصح او الخطا امام العباره التاليه تقول العباره اللباس هو كل هو كل ما يغطي الجسم ويستره اللباس هو كل ما يغطي الجسم ويستره فكل ما غطى الجسم من اللباس من الثياب او من ما يسمى بالبدله او بما اشبه ذلك اي لباس يغطي الجسم ويستر عوره الانسان فان هذا يسمى لباسا هل هذه العباره صحيحه يا ابطال او خاطئه هل اللباس هو كل ما يغطي الجسم ويستر الجسم نسميه لباس او لا الجواب احسنتم نعم رائع هذه العباره عباره صحيحه فان اللباس كل ما يغطي الجسم ويستره ويستر ويستر الجسم فنسميه ماذا نسميه لباس نسميه لباس ننتقل الان الى النشاط الثاني وهنا ايضا نريد ان نرسم دائره حول الاجابه الصحيحه كل ما يغطي كل ما يغطي الجسم ويستره نسميه ماذا هل نسميه اللباس او نسميه الاكل ماذا نسميه يا ابطال كل ما يغطي اللباس كل ما يغطي الجسم ويستره نسميه اي الاجابات هي الصحيحه الاولى او الثانيه الاجابه او العباره احسنتم نعم العباره الاولى العباره الاولى نضع عليها دائره اذا ماذا عرفنا الان؟ عرفنا مفهوم اللباس وان كل ما يغطي الجسم ويستر الجسم فاننا نسميه ماذا نسميه اللباس نسميه اللباس احسنتم يا ابطال يا رائعون ويا رائعات الان ننتقل الى النشاط الثالث ونريد أن نضع علامة الصح أو الخطأ أمام العبارات التالية العبارة الأولى تقول كل ما يغطي الجسم ويستره يسمى لباسا يسمى لباسا ما رأيكم في هذه العبارة عبارة صحيحة أو خاطئة عبارة رائع نعم عبارة صحيحة، احسنتم عبارة صحيحة، إذا نضع أمامها علامة الصح. ثانيا ينبغي علينا ينبغي علينا أن تكون ملابسنا دائما نظيفة. نحن الآن عرفنا مفهوم اللباس وكل واحد منا يلبس لباسا أليس كذلك يا أبطال؟ احسنتم نعم هل هذا اللباس ينبغي ان يكون نظيفا وان يكون مرتبا وان يكون مهذبا او ان تكون ملابسنا متسخه ولا نهتم بها ما رايكم ينبغي ان تكون دائما ملابسنا ماذا احسنتم نعم ان تكون ملابسنا دائما نظيفه فنهتم بنظافه الملابس وبنظافة انفسنا وان نكون مرتبين، لماذا؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم كان دائما يهتم بنظافة ملبسه، كان يهتم بنظافة ملبسه وكان يوصي الصحابة دائما بذلك، اذا نحن نقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم ونحرص على أن تكون ملابسنا دائما نظيفة، إذا هذه العبارة الآن عبارة ماذا؟ صحيحة أو خاطئة؟ عبارة أحسنتم، نعم عبارة أيضا صحيحة. ننتقل إلى العبارة الثالثة: لا نهتم بنظافة ملابسنا، يعني أننا نترك ملابسنا متسخة ولا نهتم بها. واذا وقعت عليها وساخه او قذاره فاننا لا نقوم بازالتها ما رايكم يا ابطال هل هذه هل هل هذه العباره صحيحه او خاطئه عباره احسنتم عباره خاطئه لاننا ذكرنا قبل قليل اننا نحرص ونهتم ان تكون الملابس دائما احسنتم نظيفه ننتقل الآن إلى النشاط الأخير في هذا الدرس وهنا نريد أن نرتب البطاقات بالأرقام لترتيب جملة عن معنى اللباس ثم نكتب هذه الجملة هذه البطاقة أ وهذه البطاقة البطاقة باء وهذه بطاقة جيم وهذه بطاقة د الآن نريد أن نرتب بالأرقام هذه البطاقات ثم نكون منها جملة ونكتب هذه الجملة أسفل البطاقات على السطر الذي في الأسفل. أين نضع رقم واحد من البطاقات الأربع؟ نضعه نضع رقم واحد في البطاقة أحسنتم نعم في البطاقة جيم في البطاقة جيم إذاً كل ما ماذا رقم اثنان أين؟ أحسنتم نعم في البطاقة دال، كل ما يغطي ثم بعد ذلك رقم ثلاثة في البطاقة أحسنتم في البطاقة ألف إذا كل ما يغطي الجسم و احسنتم نعم ويستره وهي البطاقه باء نضع فيها رقم أربعه إذا اكتمل معنا الآن كل ما يغطي الجسم ويستره هذا هو معنى اللباس إذا بعد أن رتبنا هذه البطاقات نريد الآن أن نكتبها على السطر نبدأ بالبطاقه الاولى كل ما بعد ذلك البطاقه الثانيه يغطي احسنتم بعد ذلك البطاقة الثالثة الجسم واحسنتم والبطاقة الرابعة ويستره اذا كل ما يغطي الجسم ويستره هو نسميه ماذا احسنتم نسميه اللباس اذا ابنائي وبناتي قبل ان نستمع الى هذه التوصيات دعونا ننتقل الى سؤال الدرس وسؤال الدرس كما هو واضح امامكم على هذه اللوحه هو اننا نريد ان نصل البطاقه التي في الاعلى وهي كل ما يغطي الجسم ويستره نسميه ماذا هل نسميه اللباس كما في البطاقه الخضراء أو نسميه الأكل كما في البطاقة الزرقاء، أين نصل هذه البطاقة؟ نصلها بالبطاقة أحسنتم، نعم نصلها بالبطاقة الخضراء، فكل ما يغطي فكل ما يغطي الجسم ويستره يسمى أحسنتم يسمى اللباس يسمى اللباس أحسنتم يا أبطال والان دعونا نستمع الى هذه التوصيات والتي هي موجهه للاسره الكريمه فنقول حتى يتمكن الطالب والطالبه من الاستفاده الكامله من المنهج الدراسي يجب على الاسره مراعاه عده امور اثناء مساعدتهم ومنها اولا تهيئه الجو المناسب للتعلم والحرص على مكان هادئ ونظيف وذو اضاءه جيده. ثانيا استخدام الجمل والعبارات المحفزه للطالب وتعزيز استجاباته الصحيحه والبعد عن عبارات اللوم والنقد والمقارنه بالاخرين. ثالثا التواصل الدائم مع المدرسه من خلال منصه مدرستي لمواكبه المنهج واطلاع المعلم المختص على تقدم الطالب في الخطه الفرديه. ابنائي بناتي اشكر لكم هذه المشاركات وهذا الابداع الرائع. والجميل وباذن الله عز وجل نلتقيكم في دروس قادمه الى ذلكم الحين نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته